بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هاي الحلقة رقم 29 من محطتنا الأخبارية سماشينج نويز قناة 19، تاريخ اليوم 2 أكتوبر 2020، وهي لإعطائكم آخر تطورات الوضع مع الرئيس دونالد ترامب. كما شاهدت اللي شاهد أو كما سمعت لحد الآن، أنه تم نقل الرئيس ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري. وما يبعث على التفاؤل بأن حالته إن شاء الله ممتازة، وإنه أول إشي طبعا الرئيس سمعنا معروف عنه إنه دائما طاقته الإيجابية، عنده طاقة إيجابية ممتازة جدا، فهي بتساعد في محاربة هذا الفيروس بالذات. فهو قبل ما يطلع بالطائرة وقف في البهو تبع البيت الأبيض قبل ما يطلع لبرا، عمل فيديو أصدره على تويتر وظهر فيه بحالة ممتازة جيدة جدا، في بدلته واقف وطمأن وقال هذه الخطوة اللي بعملها خطوة وقائية وأنا بخير، وشكر الشعب، شكرهم على التفافهم حوله، على وقوفهم معه. والملاحظ انه الشعب كله الان توحد مع بعض، الكل سواء ريبوبليكانز او ديموكراتس ببعثوا له تحياتهم تمنياتهم له في الشفاء العاجل. وهذا اللي بقولكم عنه، يعني الشعب الامريكي في عنده اختلاف في الاراء وفي التوجهات وفي الايديولوجيات، ولكن لما يصير عندنا زي شغله زي هيك لأنه رئيس منتخب، فبتلاقيهم هنا بتظهر عليهم الأخوة والمحبة والاتحاد. كلهم بدون استثناء أرسلوا تمنياتهم بشتى الوسائل إلى الرئيس ترامب بالشفاء العاجل كلهم، والديمقراطيين كمان من الكونغرس من السنات، حتى أوباما رئيس أوباما وجه له تمنيات بالشفاء العاجل. الحلو اللي بلفت النظر لما طلع من البيت الأبيض شفناه ماشي على إجريه ببدلته ممتاز، وأعطى ثامز أب للصحفيين، ما حكاش معهم لأول مرة لابس ماسك وطلع على الطائرة اللي هي احنا مسميها هاي الهليكوبتر مسميها مارين ون، والطائرة الكبيرة تبعته بنسميها US Force One، هذه US Marine One الصغيرة الهليكوبتر. الرحلة كانت فقط 10 دقائق، فطلع على الطائرة بنفسه بدون أي مساعدة ولا مثلا على حمالة ولا صغير لا سمح الله ولا كذا، طلع على الطائرة وبعدين نزل من الطائرة بنفسه. لما وصل للمركز الطبي حطوه في إحدى السيارات عشان في حوالي 400-500 يارد، ولا يعني أقل من ربع مايل ولا ثمن مايل لا يوصل من الطائرة محل ما هدت للمركز الطبي نفسه. وسمعنا من جميع هذا إنه مشى بنفسه داخل المركز وطلع عطابقه. هذا المركز مركز والتر ريد الطبي، والتر ريد اسمه، يختص بعلاج الفيروسات، وهو مركز مجهز بالكامل علاج المصابين من كبار شخصيات الدولة، أي منهم مصاب في بأي نوع من الفيروسات. هذا المركز مختص بهذا الموضوع.
وهذا المركز بالذات في الطابق الثالث مجهز كامل لرئيس الولايات المتحدة بالكامل، يعني في مكتب كأنه يعني كأنه نقل الأوفال أوفيس تبعه للمركز الطبي، الطابق تبعه الثالث كله كامل من جميع التجهيزات الإدارية لإدارة الدولة، مكتبه وصالة ممتازة وكبيرة له اللي يتمشى فيها ويعمل عمله كرئيس دولة بشكل طبيعي، وفيها سرير النوم والعزل تبعه، وفيها غرفة خاصة فقط للرئيس، هناك بتصير عليه جميع الفحوصات والتحاليل وأي شيء يلزم الرئيس في هذا الطابق بالذات، بنزلوهوش ولا بطلعوه أي محل تاني. والملاحظ انه لانه يعني اعطى تصريح للطاقم تبعه انه مش راح يسلم السلطه لنائبه مايك بنس، وهذه كمان دليله او دليل احدى الدلائل على انه صحته منيحه وكويسه، ولكن كل ما يقوم فيه الان هي عمليات وقائيه، يعني خطوات وقائيه مش عمليات يعني جراحيه ولا شيء لا سمح الله، لا خطوات وقائيه حتى ليطمئن قلبي زي ما احنا بنقول، وهذه مطلوبه ودائما يعني كل واحد فينا بيعملها في الولايات المتحده، بروح بطمن على نفسه احسن ما يكون في اشي جاي و مش عارف شو هو ويستفحل. فهاي الخطوة أنا بعتقد إنها خطوة موفقة وممتازة، وظهوره لابس بدلته وبيمشي لحاله وبدون أي مساعدة، وطلع الطائرة ونزل الطائرة ودخل وتمشى في المركز، ممتاز ممتاز جدا. وكمان اللي لاحظناه انه حامل الحقيبه تبعت النيوكلير كودز مسميها موجود معاه وبالقرب من نوع الطابق الثالث، يعني من الخوف اي احد مثلا يستغل هذا الوضع. والان في شغله كمان يعني صارت شوي شوي قاعده تردد على وسائل الإعلام، وشوي شوي بيجوز يطوروها إن شاء الله ما يطوروها، إنه معظم الستاف في البيت الأبيض لازم يعزلوا نفسهم، ومعظم قادة ووزراء حتى وزراء التسلسل التتابعي أول ثلاثة كمان لازم يعزلوا نفسهم على طول عشان يتأكدوا من خلوهم من هاي الأمراض ويظلوا على رأس أعمالهم بشكل طبيعي. ومبارح أنا كنت بديت أحكي لكم عن التسلسل نسميه إحنا البريزيدنشال سكسيشن، يعني في من يخلف الرئيس في حالة وقوع اي ديزاستر او اي حادث لا سمح الله. فقلنا احنا بعد رئيس بيجي نائبه مايك بنس جمهوري، بعده لو مايك بنس بدهش يتولى امور الرئاسه بتروح ل الميجوريتي ليدر في الكونغرس اللي هي نانسي بلوسي، هاي ديمقراطية. بعدها دائما الرئيس لما بعد ما يحلف القسم بيختار واحد من السناترز الجمهوريين من حزبه، وهذا يسمى الرئيس المؤقت. في حالة إذا نانسي بيلوسي رئيس الأغلبية للكونغرس ما كانش كمان
عندها القدرة على حمل مسؤولية الرئاسة بتروح لهذا. للرئيس المؤقت نسميه. بعده إذا مثلا كمان هذا مش موجود لسبب أو لآخر، بعده بتروح لوزارة الخارجية، لوزير الخارجية، وبعده بتروح للدفاع. كنت ناسي البوزيشن امبارح تبع الرئيس المؤقت، اللي هو بيكون أحد أعضاء السناتورز اللي معينهم الرئيس أول ما يحلف اليمين الدستورية، بتكون عادة من أعضاء حزبه. فلحد الآن كل شيء ماشي تمام، ولكن هاي شغلة من اللي أنا كمان بديتها شوي شوي. امبارح إذا بتتذكروا بالفيديو الثاني طلعت وقلت إذا كانت هذه يعني لعبة، يعني بعد ما هديت إذا بتتذكروا بالفيديو الثاني قلت إذا هذه لعبة، وحطيت هون على اللوحة إنه ممكن يجربوا عليه لقاح جديد أو عقار جديد متطور، لقاح عادي مش عقار، هو لقاح جديد ولا زال تحت التجربة. بالفعل اليوم جربوا عليه اللقاح اللي كان يتكلم عنه طول الشهرين الماضيات، انه على قرب الانتهاء، مبين انتهوا منه واجا في وقته، فاليوم اعطوه جرعة منه. بجيب لكم اسمه بحطه، حطوه بخطف بسرعة ما لحقتش القطه، ولكن بشوف لكم اياه وموجود بجوز على اليوتيوب صار بهذا الوقت. بس بالفعل اليوم وافق على اخذه زي ما حكيت لكم امبارح، سبحانك يا رب. فهذا اذا بيطلع بعد يومين ثلاث انتهى، معناها انه اللي حققوا بهاي ثلاث شغلات. اذا بيطلع بعد يومين او ثلاث وبيطلع انه اختفى منه بقدرة قادر كل اعراض الفيروس، راح يطلع بكون محقق ثلاث شغلات. اول اشي يسكر الاعلام بالكامل، لانه الاعلام كله الان متفاعل ومتعاطف معه. الاعلام الصهيوني الكاذب القذر المضلل الان بطل يحكي عن الديبيتس بالمرة، وقف الحكي عن المناظرة، وبدوا طول اليوم ما بيحكوا الا عن ترامب وقلوبنا معاك واحنا، وجمعوا وخلى الإعلام غصبا عنهم يجمعوا البلد كلها، فبدت البلد كلها على أساس إنها موحدة. وهذه الحقيقة، هاي اللي بضلنا أحكي لكم إياها، إنه في حالة مثلا هجوم خارجي ولا مثلا يطلعوا لنا شرذمة هيك من حيث لا نعلم، الشعب بكافة فئاته بوقف مع بعض. انتوا روحوا شوفوا جميع المظاهرات والاعتراضات اللي بينزلوا فيها الامريكان على الشوارع، بينزلوا مع بعض مع بعض من جميع الاعراق والالوان، بتلاقيهم نازلين وجنبا الى جنب عشان بكون عندهم المشكلة اللي بيعتقدوا عليها مشتركة، وكلهم بيشعروا فيها. زي لما صار مع فلويد، مع جورج فلويد، كل امريكا نزلت مع بعض مش ضد بعض. ما شفتوش انه والله عشان كان المجني عليه كان اسمر انه السمر وقفوا الحال وصاروا بدهم يقاتلوا البيض والبيض وقفوا الحال؟ لا، وقفوا مع بعض واتحدوا مع بعض وكلهم كتف على كتف. فهي هنا اللي حققوا انه وقف كل الخزعبلات تبع الاعلام الصهيوني الكاذب بالنسبة للديبيت، ودائما بايدن بايدن بايدن، هي وقفهم. صار كل الاتنشن والانتباه الان موجه
لا صحة الرئيس، وكل الولايات المتحدة وشعب الولايات المتحدة توحد يرسل له تمنيات بالشفاء العاجل، الكل على مختلف أحزابهم وطوائفهم ودياناتهم وعقيداتهم الكل. فشوف هذه خطوة قوية جدا وتوقيتها ممتاز. أنا عشان التوقيت، وحكيت لكم في أكثر من فيديو أو فيديوهين أو ثلاث، إنه أكتوبر عندنا هو شهر بنسميه شهر أكتوبر الانتخابي اللي بسبق الانتخابات، بنسميه شهر المفاجآت. دائما كل 4 سنين فهي المفاجأة اجت على البكير، لأنه هلا بده ياخذ مجده شوي، ياخذ له 3 4 أيام 5 أيام راحة، وهو مبين عليه تعبان، يعني تعبان لأنه ما وقفش، بيطلع يمين شمال، غير كل هالأشياء اللي بتيجي عليه وعلى الدسك تبعه لازم هو يوقعها ويقرأها وكذا، شوية الشغلة مش سهلة. وأضف إلى ذلك الحملة الانتخابية اللي رايح يمين وشمال، والمناظرة وتدريبه للمناظرة من قبل المستشارين تبعونه، فصابه إرهاق. فقال لك بتريح 2 3 أيام، بس بدل ما تريح عادي أقول لهم بدي أتريح، لا بجذب الانتباه نحوي وبخلي هالميديا تخرس لها كم من يوم عن موضوع المناظرة. وهذا الشغلة الثالثة والأهم، إنه الآن رايح بيكون بمقدوره إنه يطلع ويقول أنا بعتذر عن كل هالأيام اللي ما صدقتش إنه في كورونا، ولا إيش اسمه كورونا، وما آمنتش فيه، هلا بآمن فيه لأنه أنا نصبت فيه. وحكيت لكم إنه إحنا بنشتغل على عقار، وقلت لهم جربوه علي بهمش، ما انا خدام للشعب الامريكي، واذا صار في اي شيء يصير، بس بدي ارجع واخدم الشعب الامريكي. جربوه طلع من ابدع ما يمكن، ان شاء الله بطلع بعد 3 4 ايام، والتقارير كلها بتقول انه نظف تماما من الفيروس. هو بيطلع بقعد يمجد ويشهر في العقار الجديد هذا أو اللقاح الجديد هذا اللي راح يصير. فهي أول شغلة قلت لكم عنها، إنه راح يوافق على استخدام لقاح جديد عليه وتجربته عليه. هذه حصلت اليوم أول يوم أعطوه أول جرعة من اللقاح، ويلا. أنا صحيح نسيت بعتذر لكم عن حلقة اليوم تبعت الصين، كان المفروض إنه أراجعها مراجعة أخيرة وأركب لكم إياها، لكن هذا الموضوع يعني شغلنا من امبارح، وبالفعل تعبنا لأنه ظلينا معظم الليل وإحنا نراقب الوضع ونحاول نطمن، وإن شاء الله بتطلع سليمة، وإن شاء الله بيطلع سليم. بس لكن الآن حقق أشياء كثير حلوة بهاي التوقيت، كان مناسب إله جدا، وهذا بعتقد إنه الآن خلى ناس كثير من الشعب الأمريكي يتعاطف معه. هل هذا العطف والمحبة تدوم لثلاثة نوفمبر؟ الله بعلم. وهل راح يطلع بعد 2 3 أيام ويكون إن شاء الله خالي من، ويعلن عنه انه خالي من الفيروس ويقعد يروج في اللقاح الجديد؟ هذا برضه شغله لازم نشوفها ان شاء الله. فيلا خلينا نخلي هذا الفيديو قصير وكويس، هذا الابديت، وبجوز اطلع لكم على كمان ابديت. حلقة اليوم راح اطلعها بكره بعد ال5 دقائق اللي هي السمري تبع الاسبوع. اذا روحوا للبرنامج تبعي، قلت لكم كل أسبوع يوم السبت بطلع على الساعة 5، أو يعني هذا السمري بدل بكرة تطلع على 5، لا بطلعها على 4، وبذكركم في الحلقة اللي جاية وراها على طول اللي هي حلقة اليوم. بكرة بطلع لكم إياها على 5، على 4 بسوي السمري ب10 دقائق، شو أنجزنا في الأسبوع الماضي،
وإيش بننظر له للأسبوع القادم إن شاء الله، وبعطيك إشعار إنه بعد هذه على طول فورا بكون أنا حاطه مراقبه وعامله السكاجول إنه يطلع على 5 بالضبط إن شاء الله. وحتى نلتقي في ذلك الحين أستودعكم الله.